مشاهدينا الكرام في حوار السلطة لهذا اليوم، وأرحب بضيوفي هنا في الاستوديو الدكتور عصام الفيل أستاذ العلوم السياسية جامعة المستنصرية. حياك مرحبا وسهلا بك دكتور. أهلا ومرحبا، أهلا بك سيد. حياك دكتور. وأرحب أيضا بضيفي الدكتور عبد الحكيم القرالة أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، حياك الله وأهلا وسهلا بحضرتك دكتور. مساء الخير، مساء الخير لك ولضيفك ولجميع السادة المشاهدين. حياك. اسمح لي دكتور عصام أن نبدأ مع الدكتور عبد الحكيم. دكتور أبدأ مع حضرتك وأسألك، يعني إحنا يعني الآن في الانتخابات الأمريكية الحين انتخاب رئيس ومعرفة النتائج، هناك أولويات لكل رئيس للولايات المتحدة، هل هذه المرة بالفعل الشرق الأوسط ستكون هي من أهم ملفات الرئيس على طاولة الرئيس، وما هي طبيعة هذا الملف سيكون في الشرق الأوسط؟ ابتداء تحياتي لك مرة أخرى ولضيفك الكريم ولجميع مشاهدي ومتابعي قناتكم الموقرة. مما لا شك فيه أن السياسة الخارجية الأمريكية منذ عقود يعني ولها اشتباك وانغماس كبير في ملفات الشرق الأوسط. منطقة الشرق الأوسط تعد منطقة استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام، وهناك علاقات استراتيجية مع عديد من دول المنطقة ومصالح استراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية. وما يزيد أهمية هذه المنطقة في العقل الاستراتيجي أو لدى صانع القرار الأمريكي هو وجود دولة الاحتلال الحليف الأساسي والرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية. نحن نعرف جميعا من باب الإشارة ربما والتوضيح أن أحد ثوابت السياسة الخارجية الأمريكية هو حماية أمن إسرائيل والحفاظ عليها، وبالتالي تربطهم علاقة عضوية كبيرة في إطار من التكامل والدعم اللامحدود، وربما شاهدناه في الفترة الأخيرة خلال أو منذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة فلم يتوقف هذا الدعم الأمريكي. هنالك ربما ملفات أخرى مرتبطة في العلاقات الموجودة، لا نستطيع صانع القرار الأمريكي أو واشنطن لا تستطيع أن تغفل أهمية هذا الجانب. وجدنا كذلك في الحملات الانتخابية التركيز من قبل كلا المترشحين سواء كامالا هاريس أو دونالد ترامب على المسائل والأزمات الموجودة في الشرق الأوسط لمغازلة ربما وجذب الناخب العربي والمسلم في إطار جذب أصواتهم، فهذا بالتأكيد يعني يعطي أو يعطينا مؤشر على أهمية هذه المنطقة. مسألة ربما قبيل الوصول إلى النتائج النهائية ومن سيصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، ستبقى كل ذلك يعني في منطق وفي حيز وإطار الوعود. ربما من هنالك ترامب يتحدث أنا سأقوم على إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، هاريس من جانبها تقول وتتحدث كما الديمقراطيين كان لديهم سبيل حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. كل ذلك يعني مرتبط في عديد من الأمور الموجودة والملفات الشائكة والمعقدة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، ولكنها في الحيز الأمريكي وفي لدى صانع القرار الأمريكي منطقة في غاية الأهمية. لذلك نجد أن هنالك بعض التركيز أو الكثير من التركيز على هذه الملفات. طيب دكتور، يعني في طبيعة الملف الشرق الأوسط لمن سيفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية هو ذات اهتمام كبير أيضا، لكن بالمقابل يبدو هناك ملفات قد لن يعلن عنها أي من المرشحين سواء ترامب أو كامالا هاريس، قد تكون هي ملفات أيضا مهمة لن يتم الإفصاح عنها لغاية الآن وهي مرتبطة بالشرق الأوسط، هل برأيك توجد مثل هكذا ملفات مهمة؟ يعني إلى حد كبير ربما يعني هنالك مؤشرات، يعني ليس كل النوايا أو البرامج في التعاطي مع سياسيا مع منطقة الشرق الأوسط وعديد الملفات الشائكة والمعقدة تعلن دائما، هناك الكثير من الخبايا والخفايا إذا جاز الوصف، وهناك ربما بعض الوعود من تحت الطاولة، بعض ما يرشح من أنباء أو بعض التحليلات ربما تذهب أن مثلا نتنياهو يريد أو يحبذ وجل وغالبية الإسرائيليين أن يفوز دونالد ترامب، لأنه كان يعني هناك تطابق في الرؤى والتوجهات بين ترامب ونتنياهو، أولا ربما تطابق فكري أيديولوجي يعني يميل إلى جهة اليمين المتطرف في إطار، لأن نعرف جميعا أن دونالد ترامب كان هو عراب صفقة القرن. ربما هنالك من يتحدث عن وعود أطلقها دونالد ترامب لنتنياهو ولكن لم يعلن عنها في هذا الإطار، وهذا ما يخص الصراع الرئيس والحدث الرئيس والأزمة الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط. ربما سيتطابق أو يتطابق
في الرؤى والأفكار والتوجهات بين ترامب ونتنياهو في إطار تصفية القضية الفلسطينية، وهذا كان جوهر ما وتصفيته وإنهائها وحلها على حساب الغير، وهذا كان جوهر الصفقة القرن التي تمناها ترامب قبيل سنوات. كذلك الحال بالنسبة لهاريس، بالتأكيد هناك الكثير من الملفات، ليس كل شيء معلن، ربما هنالك بعض الصفقات تعقد هنا أو هناك، ربما الكثير يعني. ويجب الإشارة هنا لنستطيع أن نقبل وجود إيران والعلاقات الغير حسنة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، خصوصا بعد إذا ما أسميناه الصراع أو النزاع أو الضربات المتبادلة بين دولة الاحتلال وإيران، وجود الملف النووي الإيراني، مفاوضات 5+1 و الأرصدة المجمدة، ربما هنالك يعني تفاصيل كثيرة حتى في الجوانب الاقتصادية. نعرف أن منطقة الشرق الأوسط هي منبع ورئيسي ومخزون استراتيجي لمصادر الطاقة وعلى رأس النفط والغاز، فلذلك الملفات عديدة هي تجبر صانع القرار الأمريكي أن يشتبك في هذه المنطقة الجيوستراتيجية والمهمة لتحقيق طبعا بالتأكيد أولا وأخيرا المصالح الأمريكية. متفقين جميعا من باب التوضيح أن السياسة الخارجية الأمريكية هي سياسة براغماتية نفعية، هدفها الأول والنهائي دائما تحقيق المصالح الأمريكية. جيد، أرحب بك مرة أخرى دكتور عصام الفيلي، حياك الله. وأود أن أسألك يعني تحديدا قبل أن أخوض بتفاصيل طبيعة الملفات والاهتمام لكل رئيس، يبدو أنه سواء ترامب أو كمال هارس هم لديهم اهتمام كبير في الشرق الأوسط ويركزون على الشرق الأوسط، وفي نية يعني المرشحين اثنينهم أنه هناك الذهاب إلى صفقة تسوية في الشرق الأوسط. يبدو أن الشرق الأوسط أتعب الولايات المتحدة كثيرا، بالإضافة إلى أنه هذه الأولويات ستفصل حسب مزاج كل من سيفوز في الانتخابات. نعم، في البداية تحية لك أستاذ نصير وإلى ضيف الكريم ولكل المتابعين الكرام. أنا أعتقد كل من يتابع طبيعة الولايات المتحدة الأمريكية وحضورها حتى ما بعد الحرب الباردة، وبالتحديد هنا أتحدث عن الحضور الأول في منطقة الشرق الأوسط، كان بعد أحداث ثورة مصدق في خمسينيات القرن الماضي، وكيف أنها إدراكها لطبيعة وجود قدرات الطاقة الهيدروكربونية دفعها لكي تزيح الأم العزيزة لها هي بريطانيا لكي تحل محلها، وبالتالي ذهبت إلى أبعد من ذلك في الحرب العراقية الإيرانية لكي تحضر بقوة حينما تبنت عملية الفرقاطات والمدمرات الأمريكية حماية السفن النفطية، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك تماما أن وجود مناجم الطاقة، هنا أتحدث بالتحديد عن قدرات النفط والغاز، فمثلا استنادا إلى مراكز الأبحاث الأمريكية تقول بأن السعودية وإيران وحدها تمتلك ثلث الاحتياطي العالمي، إضافة إلى امتلاكها لخمس الغاز. ونحن ندرك أن المواطن في الولايات المتحدة الأمريكية دائما حينما ينهض صباحا أول ما يقرأه هو موضوع سوق السندات، سوق البورصة هذا أولا، وحينما يخرج إلى الشارع أول ما ينظر إليه يلتفت إليه هو طبيعة أسعار البنزين، لأنها تتغير بفعل أسعار النفط. ولذلك الخطاب الأمريكي دائما ينبه أذهان المواطنين بأن كل تحركاتنا في مجال الطاقة في منطقة الشرق الأوسط من أجل الطاقة، هذه يكاد يكون استراتيجية بالنسبة لهم ثابتة لا يمكن تغيرها. إضافة إلى كل ما تقدم، أنا أعتقد سواء كانت هارتس أو ترامب كلاهما لديه مشروع، بل في هذه الانتخابات وجدنا مستوى عالي من القدح ما بين الطرفين. فمثلا أن ترامب قال أنني لا أهدف إلى إقصاء حزب بايدن، بل أنني أهدف إلى إقصاء الأشرار الديمقراطيين، وهذا ربما يكاد يكون لأول مرة في مثل هذا كذا خطاب. يقابلها أيضا هارتس التي تحدثت بكل قوة وقالت أنني أسعى إلى بناء نظام سياسي حقيقي، إنها تسمح بدخول المهاجرين على النقيض من ترامب. كذلك استعان كل طرف في هذه المعركة بشخصيات كبيرة، مثلا ترامب استعان بإيلون ماسك الذي يعد صاحب منصة إكس، وكذلك هو أعلن تقديم ملايين الدولارات إلى الناخبين، واليوم قاضي المحكمة الاتحادية وافق على هذا الإجراء، علاوة على 150 مليون دولار خصصت من قبل أصحاب المليارات إلى 50
مؤسسة تراقب نزاهة الانتخابات. إذن نحن نتحدث عن مستوى من التنافس الشرس. يعني دعني أضرب لك مثلا أستاذ نصير، هنالك قرية في ولاية نيو هامشير عدد الناخبين فيها 6، وكان هنالك صندوق اقتراع، وكان هنالك موظفين كجزء من عملية احترام استراتيجية، أو دعني أقول قدسية صوت الناخب. هذه 6 أصوات، 3 ذهبت إلى هارتس و3 ذهبت إلى ترامب، وبالتالي هذا بحد ذاته يعطي صورة بأن هنالك غمامة قلق وجودي تعاني منها كل مراكز الأبحاث، في وقت يعلم الجميع أن عدد الأصوات الواجب توفرها حتى يعبر العتبة هو 275 صوت من مجموع 528. إذن هذه الانتخابات بالنسبة لكل الطرفين تكاد تكون مرحلة حياة أو موت في مستقبلهم السياسي. طيب ترامب أم كمال هارس ممكن أن يكون هو الأفضل للشرق الأوسط؟ قد يكون سؤال روتيني. يعني أنا أعتقد طبيعة الشرق الأوسط الآن يمر بمرحلة حساسة، أحداث غزة، جنوب لبنان، كذلك القلق على مصادر الطاقة، الخوف من أن تذهب إيران إلى موضوعة الضربة. وبالتالي دعونا نتذكر إن كان هارتس هي زوجها يهودي هذه مسألة، ترامب صاحب الفضل الأول إلى إسرائيل حينما قدم لهم القدس عاصمة لهم ونقلها من تل أبيب، وبالتالي دعني أقول الكل يسعى إلى خدمة إسرائيل، بل أن بايدن ذهب إلى عبارة قالها صراحة، قال إنني صهيوني. وحينما نأتي في هذا الإطار نحن نعلم كل صهيوني هو يهودي، وليس كل يهودي صهيوني، يعني كل مدعبل جوز بس مو كل جوز مدعبل، فحتى قرب الفكرة للمواطن. لذلك أجد لا يعقل أن يكون هنالك شخصية مسيحية يتحدث بمثل هكذا يتبنى فكر إذا لم يكن هو ملكي أكثر من الملك. وهذه رسالة، وأنا أعتقد أن حتى ترامب، حتى أكون دقيق بالصورة، ترامب يحرص على أن يكون وأعلنها صراحة أن نائبه يجب أن يكون يهوديا، وخاطب سكان الولايات المترجحة، هنا أتحدث بالتحديد عن بنسلفانيا التي لديها 19 مقعدا انتخابيا من هؤلاء الذين يختارون الرئيس، قال سيكون هو نائب بالنسبة لي، إضافة إلى أن في هذه الولاية هنالك 500,000 يهودي موجودين. علاوة على ما تقدم، أنا أعتقد بالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط كلاهما أعلن صراحة، يعني ترامب معروف توجهاته في علاقته مع إسرائيل، وكذلك بالنسبة إلى الرئيس بايدن كلنا يعلم، وحتى على لسان بلينكين يقول، يعني حذر في موضوعة إيران وقال عليها أن لا ترد، ولكننا سنذهب إلى دعم إسرائيل. طيب يعني سأتحدث في موضوع الرد الإيراني ورد المعاكس أيضا من الكيان الصهيوني. دكتور عبد الحكيم أسألك هنا، في كلا من سيفوز منهم ممكن أن تكون هناك صفقة في الشرق الأوسط، صفقة تهدئة، صفقة تسوية، أم ستستمر هذه الحرب في غزة وفي لبنان وسيستمر هذا يعني الصراع ما بين إيران والكيان الصهيوني أيضا؟ وهل ستفتح يعني جبهات جديدة عضوية؟ وهل ستفتح جبهات جديدة من قبل الكيان الصهيوني؟ ابتداءً أثني على حديث الزميل المقدر، يعني فيما يتعلق في مسألة هنالك التنافس على أشده، نعم، وضبابية كبيرة لا أحد يستطيع للحظة أو لقبيل أيام كان أن يتنبأ بدقة وقطعية ومن سيفوز. ليس هنالك فوارق طفيفة تكاد لا تذكر، فهذا يخلق حالة من التنافس الشديد، هذا أولا. في الجانب الآخر، هذا كله سواء هارس أو ترامب يجب مشروط بتوفر الإرادة الحقيقية والرغبة الجامحة في صنع أثر إيجابي في إطار الوصول إلى تسويات وتهدئة المنطقة. هذا شاهدناه للأسف مع إدارة بايدن، لم نجد إدارة بايدن في ظل الدعم اللامحدود واللامشروط، ربما هي كانت شريكة في هذا الإجرام وجرام الحرب، وهي ربما من فتحت شهية الكيان الصهيوني في ظل هذا الغطاء اللوجستي والقانوني والسياسي والدعم العسكري المنقطع النظير، هي ساهمت في إغواها وأن يكون لها يعني لنتنياهو واليمين المتطرف المزيد من القوة للاستمرار والاستمراء والإمعان في كل هذا العنف والإجرام، وحتى فتح شهيته مرة أخرى فيما يتعلق بفتح جبهات أخرى
خصوصا ما يتعلق بسياسة الاغتيالات، أولا استهداف وفيان لهنية في طهران، ثم فتح جبهة في جنوب لبنان، الحديث عن جبهات أخرى وتهديدات نسمعها من الساسة والعسكريين الإسرائيليين. كل ذلك، كل مشروع أو توجه نجاحه من فشله، هذا يجب أن يكون مقرونا ومشروطا بالإرادة الحقيقية، وهذا لم نجده في إدارة بايدن. بغض النظر من يفوز ديمقراطيا أم جمهوريا، السياسة الخارجية الأمريكية لديها ثوابت فيما يتعلق بإسرائيل. نعم. إسرائيل إذا جاز الوصف بين قوسين هي الإبنة المدللة، لن يتركوها حتى في إطار الصراع والنزاع مع إيران. وفي مسألة تبادل الضربات، الولايات المتحدة الأمريكية قالتها صراحة وكانت موجودة، سواء في الدفاع أو في الهجوم ستكون حاضرة. حتى في الحديث عن التهديدات الإيرانية الأخيرة وتصريحات الساسة الإيرانيين أنهم يحتفظوا بحق الرد، والحديث عن خلال أيام عن ضربة ربما مزمع توجيهها إلى دولة الاحتلال، الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت كل البوارج والطائرات والأسلحة في إطار أنها لتهدئة، ولكن هو الأساس الجوهري ولم يخفوه وقالوا صراحة هو لحماية أمن إسرائيل، لن يتركوا إسرائيل وحيدة في وجه إيران. فلذلك هذه التوجهات ربما أصفها بنوع من الدهاء سياسي، ربما نفاق سياسي بمعنى أدق. الولايات المتحدة الأمريكية لو تريد يفوز من يفوز، سواء ترامب أو هاريس، عليها إذا ما أرادت أن تجسد النموذج الذي تسوقه للعالم بأنها الدولة الديمقراطية الحامية للحقوق والحريات، الدولة القطب الأوحد في النظام الدولي، تتسيد المشهد الدولي، عليها أن تتحرك بإطار إحقاق وتحقيق السلم والأمن الدوليا كما دائما تسوق ذاتها على هذا الأمر. ولكن كلما تعلق الأمر في إسرائيل، أنا على يقين تام الأمور تختلف، وتبقى دائما الكفة تميل لصالح الكيان الصهيوني. ربما هنالك محددات داخل أروقة السياسة الداخلية الأمريكية لا نستطيع أن نغفل الدور الخفي والخبيث للآيباك أو اللوبي الصهيوني وتأثيراته في الانتخابات أولا، أو حتى في السياسة الداخلية وفي الأبعاد الاقتصادية والإعلامية. فلذلك هذا كله يعني يكون هنالك مشروع جدي وفعلي طيب. من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة في إحقاق السلام ويعني انتشال منطقة الشرق الأوسط من وحل العنف والتمدد رقعة الصراع التي قد تصل إلى مرحلة وتون حرب إقليمية شاملة، وستتضرر منها بالابتداء أكيد الولايات المتحدة الأمريكية وكل الأطراف المعنية بالصراع والأطراف الأخرى. دكتور عبد الحكيم، هل تتوقع أنه سنذهب إلى حرب إقليمية شاملة؟ هذا مرتبط يعني بعدة أبعاد سيد الكريم، يعني مرتبط ربما بتبادل الضربات بين إيران وإسرائيل. إذا ما ردت إيران وكانت الرد أو الرد العسكري قويا وموجعا لدولة الاحتلال، بالتأكيد سترد، وبالتالي هذا سيفتح ربما جبهات عديدة في إطار أن نتحدث عن جبهات متعددة، سواء إيران وحلفائها في المنطقة، الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من طرف آخر. هذا قد ينظر في ظل اتساع رقعة الصراع جغرافيا، فبالتالي تطال شراراته كل دول المنطقة، وبالتالي قد أن تتداخل الأمور ونصل إلى مرحلة من التعقيد والاشتباك الذي قد يعني ينذر بأتون أو بدايات حرب إقليمية شاملة في المنطقة. دكتور الفيلي، نحن الآن في مرحلة حساسة فيما يجري في المنطقة، وفهمت من حديث الدكتور عبد الحكيم أنه رغم سواء من سيفوز، لكن هذا لا يؤثر، يعني لا يؤثر على ما تريده الكيان الصهيوني من تنفيذ مخططها في المنطقة بالاستمرار بفتح جبهات وحرب، وقد نذهب لا سمح الله إلى حرب إقليمية شاملة. في الحقيقة أنا أثني على كلام أخي دكتور عبد الحليم ما تمثل أو ما تحدث به كان يمثل عين الصواب. لسبب بسيط جدا، أن طبيعة إسرائيل ما زالت تشعر بنفسها أنها تعيش حالة متقدمة من القلق الوجودي، وبالتالي في استنادا إلى مراكز صنع القرار، سواء كان غرفة الحرب أو الغرفة الأمنية المصغرة في إسرائيل، يرون ويقولون نحن بالرغم
من كل جهود السلام الذي ذهبنا فيها في اتفاقية كامب ديفيد ثم في اتفاقية أوسلو، وقعنا اتفاقيات، ولكن ما زال هنالك تأثيرات في العامل الخارجي الذي يتحكم في القضية الفلسطينية. وهذا الموضوع بالتحديد يتحدثون به أن هنالك خطرين. الخطر الأول قدرات حزب الله بفعل قرب المساحة هذه من ناحية، وأنه استطاع أن يهجر ما يقارب أكثر من 40 إلى 50 ألف من سكان شمال إسرائيل، وهذا كان تحدي بالنسبة لهم لأول مرة يعيشون، إضافة إلى موضوعة قدرات إيران وموضوعة الفصائل ودخولها على خط الأزمة. وبالتالي إسرائيل الخشية الحقيقة لديها من مسألتين. المسألة الأولى الصواريخ الإيرانية. نعم، قد يكون نجحت إسرائيل في يوم في اغتيال العالم طهراني، وهو أحد قيادات أو أحد العلماء البارزين في صناعة الصواريخ الإيرانية، لكن يبقى التهديد والخطر لدى إسرائيل ما يعرف بالبرنامج النووي الإيراني، الذي ترى إسرائيل إذا لم يكن هنالك رد، على الأقل إذا لم يكن قضاء مبرم، يكون تأخير لمدة 10 سنوات من خلال ضربة في هذا الاتجاه. وإسرائيل أنا أعتقد حتى موضوع قبل أيام حينما ضربت إيران عبر مجموعة من طائرات F-15 التي كانت تحمل مجموعة من الصواريخ الباليستية، كانت بمثابة بالون اختبار لهذا. كلنا يعلم أن إسرائيل تمتلك ما يقارب 39 طائرة F-15 و196 طائرة F-16 و75 طائرة F-75، بالتالي يتعول على قدراتها الجوية. يقابل هذا إيران تعول على قدراتها البالستية الصاروخية. وإسرائيل تريد يعني بصورة أو بأخرى، أولا إسرائيل هي أساسا ترتبط بمعاهدات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه المعاهدات هي ابتدأت حتى نكون أكثر دقة. نعم، الولايات المتحدة أول من اعترف بإسرائيل عام 1948، لكن بعد حرب 73 تم إنشاء أكبر مخزن للأسلحة في منطقة الشرق الأوسط، مخزن أسلحة أمريكية، وبالتالي أعطوا لإسرائيل، كان جزء من الاتفاقية، من حق إسرائيل إذا تعرضت إلى حرب أو خطر أن تستخدم هذه الأسلحة. وهذا ما دفعها إلى استخدام، دعني أقول، القنابل مارك 84-83. قوة التدمير كانت تصل 920 كيلوغرام، كل كيلوغرام يعادل 45 كيلوغرام من مادة TNT، وهذه تستخدمها في تهديم الأحياء السكنية والمربعات. نحن نتحدث في هذه المرحلة على عنصر المفاجأة. كلا الطرفين، سواء كانت إيران التي حذرت وهددت في الأيام الماضية، هو كنت أنا أسألك هنا تحديدا، لماذا إيران لن ترد لغاية الآن؟ يعني بغض النظر هي كانت تنتظر الانتخابات الأمريكية بفوز هارس، التي هي قد تكون إيران ترغب بفوز هارس لغاية الآن، نعم بالتأكيد، لكن بفوزها أو فوز ترامب هي المفروض على أقل تقدير أن ترد. لغاية الآن ما ردت إيران، هل هذا معنى أنه هناك تكتيك، أم هي لديها حسابات معينة، أم الرد الإسرائيلي قد يكون مباشر وندخل في حرب لا سمح الله؟ إيران لديها قراءة. أولا تقول أنه في حالة الرد هناك تحذيرات من قبل الإدارة الأمريكية، سواء كان بلينكون، كذلك بريطانيا، كذلك إيطاليا وعدد آخر من الدول، لا تريد أن تدخل في هذا الأتون، لأن المشكلة نحن نعيش ما يعرف بدوري الانتقام، مثل دوري كرة القدم، كل جهة تفوز على هاي الجهة، تضربها، ترجع اللخ لازم ترد، وهكذا. وبالتالي هذا الوضع بحد ذاته ينذر أن المنطقة مقبلة على أخطار محدقة. يعني أستاذ نصير، نحن نتحدث عن موضوعة القدرات. إيران من عام 1988 بدأت قدراتها. إسرائيل تعكز ليس على قدراتها، تعكز على طبيعة التحالفات الموجودة مع جمهورية أذربيجان، مع اليونان، مع الولايات المتحدة، مع حاملات الطائرات. وكلنا يعلم أن إسرائيل نحن نطلق عليها تسمية في الفكر السياسي أم أبيها، بمعنى أن إسرائيل هي أم لكل آبائها بالمنطقة، لأنها تمتلك المال، ومن يمتلك المال يمتلك القوة. ونحن نتحدث عن طبيعة امتلاكها للمال، هي تمتلك أيضا ناصية العلم، ناصية براءات الاختراع، التمويل، كذلك يعني معظم مواقع التواصل الاجتماعي اللي نتحدث عنها
نجدها هي بصورة مباشرة إما أسهم إسرائيلية أو مالكين لإسرائيل، ولذلك هي تؤثر في القرار على فكرة. إضافة إلى كل ما تقدم، لا أحد يعتقد بأن إسرائيل مدياتها محصورة في وجودها داخل الأراضي الفلسطينية، ولكن إسرائيل من الناحية العملية تؤثر على الصين، تؤثر على روسيا، وبالتالي كثير. يعني خليني أضرب لك مثل علمي دقيق، يعني كلنا يعلم أن ولاية شنغهاي الصينية عام 1982 تعد وارداتها، يعني ما يتم تصديرها أو مقدراتها المالية الواردة إليها تعادل نفط العرب كله. الآن أغنى أغنياء هذه الولاية هو يهودي عراقي يعامله رجل مال عراقي أيضا من العائلة المالكة، كان بالعراق، مو الأسرة المالكة وإنما من، دعني أقول، من فترة النظام الملكي عراقي. وبالتالي هذه الولاية تنتج قضايا الرقائق الإلكترونية. نحن نتحدث عن أخطبوط مالي، هذا الأخطبوط هو إسرائيل، هو يحاول السيطرة على الشرق الأوسط. يعني هو، يعني خليني أتحدث معك، يعني إحنا مثلا على سبيل المثال، يعني بعض الـ الأخوان في يعني يتحدثون، يقول لماذا الدول العربية لا تفتح بواباتها، لا تذهب باتجاه مقاتلة إسرائيل؟ أكو مبدأ يقول من لم يعش معنا لا يحق له أن يلومنا. بالتالي هذه الدول إجمالا، هنا أنا لست بصدد الدفاع عنها، أتحدث عن مصر التي مطلوب منها يوميا 750 مليون رغيف خبز، أتحدث عن الأردن التي تعاني من مشكلة المياه وبالتالي هي طلبت المياه في يوم الأيام من سوريا، سوريا قالت أنا لا أمتلك، لكن إسرائيل تغذيها. ماما هي تحت ضغط الأردن أيضا بالتأكيد، يعني أولا كبير الأردن دولة لا تمتلك نفط، لا تمتلك يعني أراضي زراعية مثلنا، تنحصر عنها المياه، بالتالي حتى القرار الذي تتخذه الدولة الأردنية يراعى فيها ظروفها الداخلية. هذه مسألة. إيران بالنسبة لها الوضع يختلف. إيران رفعت شعار تصدير الثورة من 79 وتبنت دعم الفلسطينيين واستقبالهم، ذهبت باتجاه تأسيس حزب الله عام 1982. إيران ترى نفسها بأنها ملزمة في هذه القضية. حتى الحصار الذي فرض عليها في الجانب النفطي نجد نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية قبل ما يقارب أكثر من أسبوعين فرضت عقوبات على ناقلات الظل. ما هي ناقلات الظل؟ وهي التي كانت تقوم بتهريب النفط الإيراني من إيران إلى الصين، وكان المبلغ المتحقق من هذه الصادرات ما يعادل 80 مليار دولار. إذن إيران كانت تعيش بمستوى من الالتفاف على الحصار يستطيع أن يخفف عنها، لكن الدول الأخرى لا تستطيع. جيد دكتور عبد الحكيم، أنا يعني بالتحديد أركز على قضية التسوية في الشرق الأوسط وفي المنطقة. يعني نحن في العراق نتعرض إلى ضغوطات، المملكة الأردنية الهاشمية أيضا تقع جغرافيا وتتعرض إلى ضغوطات كبيرة أيضا، وتحدث بها الدكتور الفيلي في طبيعة هذه الضغوطات التي تتحدث. التأكيد على قضية التسوية من أجل أن تكون هناك شرق أوسط على أقل تقدير مستقر، على أقل بذات الوقت أن نتخلص من قضية الضغوطات سواء على الأردن، على سوريا، على العراق، على بقية الدول الأخرى الموجودة. يعني بالتأكيد سيد الكريم، مما لا شك فيه يعني الظرف آني والظرف الأمني خطير وحساس في منطقة الشرق الأوسط، وكما نقول الحرب إقليمية شاملة يعني بالضرورة خسارة الجميع. يعني حتى يعني التداخل الجغرافي وتمدد هذا الصراع ووجود دول ما بين الدول المتصارعة من بعد جغرافي، هذا كله يعني يدخل المنطقة في تبعات وارتدادات هذا الصراع بين جميع الأطراف. فالمطلوب اليوم بالتأكيد هو الوصول إلى تسوية. يعني بالتأكيد ربما الدبلوماسية العربية والدبلوماسية الأردنية تحدثون على وجه الخصوص، والدبلوماسية العربية على وجه العموم، وحتى ما يعني نتج من القمة العربية الإسلامية واللجنة الوزارية التي انبثقت عن ذلك، يعني جابت كل دول العالم وعواصم صنع القرار كان لديها رؤية واضحة وثابتة أن هذا الصراع وأمن الشرق الأوسط واستقراره، أن هذه المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار إلا بإيجاد حل عادل وشامل
عبر سلام عادل وشامل يعيد الحقوق للأشقاء الفلسطينيين بإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس. هذه الرؤية ربما العربية الإسلامية فيها الحل وتحوي الحلول، لكن تحتاج إلى تكامل وتشارك ودعم وإسناد من القوى الوازنة في النظام الدولي، على رأسها طبعا الولايات المتحدة الأمريكية. يجب يعني تربط علاقات استراتيجية مع كل دول المنطقة العربية، ولكنها يعني لم تتحمل مسؤولياتها. في الجانب الآخر وبالتوازي، للأسف الشرعية الدولية بمواثيقها بقوانينها وبمؤسساتها وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة سقطت يعني سقوطا مدويا في اختبار غزة وما جرى ما يجري في غزة، لأنها لم يعني تتحمل كل هذه المسؤوليات. مجلس الأمن فشل، الجمعية العامة قراراتها ربما استشارية لحد كبير غير ملزمة، المحكمة العدل الدولية الجنائية لم نصل إلى نتاجات ربما وقرارات حاسمة وقوية في إطار لجم كل هذا الجنون والشطط الإسرائيلي. في هذا الأمر ربما يعني أستحضر يعني نقطة في غاية الأهمية. نتنياهو واليمين المتطرف من المعروف لدى الجميع لديه أجندات متطرفة وخبيثة قائمة في جوهرها على تصفية القضية الفلسطينية وتصفيتها وإنهائها وحلها على حساب الغير. وهنا كان المستهدف مصر الشقيقة والأردن، ولكن أعلنوها صراحة واعتبروها بمثابة إعلان حرب وأنها خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها. في هذا الإطار أجد أن نتنياهو بقيادة اليمين المتطرف يريد استغلال هذا الدعم اللامحدود من القوى الغربية بالعموم والولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص في إطار إعادة رسم خارطة الشرق الأوسط. والولايات المتحدة الأمريكية كانت تعتبر هذا ربما التفوق العسكري، من المعروف يعني حسب الإحصائيات أن الجيش دولة الاحتلال هو أقوى جيش في المنطقة الشرق دكتور الأوسط. دكتور عبد الحكيم، عذرا للمقاطعة، لكن هنا أود أن أسأل عن نقطة مهمة جدا، أعتذر للمقاطعة، لكن أنا أسأل عن نقطة مهمة جدا. من اليوم بعد أو بكرة أو بعد بكرة حتى انتهاء التصويت ومعرفة النتائج ولحين استلام الرئيس الأمريكي الجديد في يناير، والبعض يقول لك حتى آذار المقبل يعني مارس تحديدا، قد تكون هي أخطر مرحلة على الشرق الأوسط وعلى دول الشرق الأوسط وتحديدا على فلسطين ولبنان والعراق واليمن وسوريا، لأن دولة الاحتلال هي قد تكون مطلقة يد بشكل أكبر لحين أن تكون هناك لحين أن يكون هناك رئيس للولايات المتحدة. وهذه الخطورة تكمن أيضا في حال استمرار تبادل الضربات مع إيران. يعني بالتأكيد أذهب إلى هذا الرأي، وربما هذا التوجه أنها تحاول أن تستثمر هذه اللحظة، وهي اللحظة المرتبطة بالاستحقاق الدستوري للانتخابات وتسليط الأضواء إعلاميا على وتركيز كل العالم ينتظر انتخابات الولايات المتحدة الأمريكية، بالتأكيد ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط، فكل معظم شعوب ودول العالم مهتمة بهذا الأمر. يمكن استغلالها حتى في سياق الرد الإيراني، كان هنالك حديث يعني أو توقعات أن تكون الليلة مثلا أو غدا، نعم، يعني في خضم الانتخابات الرئاسية الأمريكية. أعود مرة أخرى لنركز على نقطة أنه يحاول استثمارها في إطار إطفاء كل المخاطر التي اعتبرها وجودية، ومنها حزب الله والحوثيين وحماس. يعني مسألة التفوق الإسرائيلي أصلا كان موجودا، ولكن اختبار ونقطة التحول كانت 7 أكتوبر، انهزت وتكسرت النظرية والعقيدة الأمنية الإسرائيلية وسياسة الردع والقوة التي كانت تمتلكها إسرائيل، تحاول مرة أخرى عبر الإمعان بالإجرام وجرائم الحرب والإبادة والتصفية بحق الأشقاء الفلسطينيين، تحاول مرة أخرى أؤكد على استغلال كل هذا الدعم اللامحدود واللامشروط في إطار استهداف وفتح جبهات أخرى، وعلى رأسها كذلك إيران وبرنامجها النووي. ربما هذا أحد الأهداف الجوهرية والرئيسية لدولة الاحتلال، تريد أن تقضي ولربما أن تفشل وتستهدف هذا البرنامج النووي في إطار أن تكون متفردة وتكون الفاعل الإقليمي الأول والمركزي، وهو من يقود منطقة الشرق الأوسط، وربما يجسد ويعكس أن تكون إسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي شرط المنطقة، وهي القادرة الفاعل الرئيس القادر على التأثير وتحقيق مصالحه، ولكن كل ذلك بمنطوق القوة ومنطق القوة من خلال استخدام العنف كوسيلة وحيدة في هذا الأمر. جيد دكتور الفيلي، نحن الآن فعليا في أخطر مرحلة، ليست فقط هي مرحلة حساسة، وأنها ما هي مرحلة قد تذهب دولة الاحتلال إلى تصفية
ما تريد في المنطقة سواء غزة وبقية المناطق الأخرى جنوب لبنان، وقد تمتد إلى مناطق أخرى في لبنان، وقد تنتقل إلى اليمن وسوريا والعراق، وهي هنا ستتفرد تماما بما تريد تنفيذه في هذه الدول، وهذه الدول هي مرشحة تأكيدا إضافة إلى إيران. يعني من الناحية العملية هذه المرحلة توصف سياسيا بما يعرف بمرحلة البطة العرجاء، وهي مرحلة ما بين إعلان النتائج واستلام الرئيس الأمريكي. كل المخاوف القائمة لدى كل مراكز الأبحاث أن تذهب إسرائيل إلى عمل عسكري غير مألوف، هذه مسألة جدا مهمة، وبالتالي قد يتجاوز الموضوع إلى استخدام أسلحة غير تقليدية، لأن إسرائيل وجدت في استراتيجيتها، دعني أقول أن إسرائيل لديها استراتيجية جس النبض، فحينما ذهبت إلى اغتيال إسماعيل هنية يقولون كنا نتوقع أن يكون هنالك رد من قبل إيران، لكن طبيعة دخول الولايات المتحدة على خط الأزمة أجل الرد الإيراني، مما دفعها إلى اغتيال السيد حسن نصر الله. بمعنى هذا نحن نتحدث عن استراتيجية يتم تبنيها من قبل إسرائيل، هذه مسألة. المسألة الأخرى، أنا أعتقد إسرائيل بالنسبة لها بغض النظر من كان موجود سواء كان هاريس أو ترامب، من الناحية العملية الآن الرئيس جو بايدن هو الرئيس، وبالتالي لديه اتفاقيات مع إسرائيل في هذا الإطار، كذلك وصول عدد من الأسلحة المتطورة، هنا أتحدث عن قاذفات B-52، أتحدث عن حاملات طائرات، كل هذا يعطي انطباع هنالك قلق تعيشه المنطقة غير مألوف. إضافة إلى كل ما تقدم، أنا أعتقد نعم هنالك محاولات من هاريس، من كذلك ترامب نزل إلى ولاية ميشيغان، وكلنا يعلم أن ولاية ميشيغان تكاد تكون هذه الولاية التي تمتلك أغلبية عربية بما معدله 15 صوتا انتخابيا من مجموعة 93 صوت من الولايات المتأرجحة، ولذلك هو نزل إلى المطاعم وقال أنني أسعى إلى إيقاف الحرب، وكان حديث وفعلا ترامب سيسعى إلى إيقاف الحرب في تسوية؟ يعني ترامب يعني يسوي شيء، وقال وكمالا هاريس ستكون الأضعف أمام إسرائيل؟ هاريس يعني حقيقة متهمة من قبل العرب بأنها محسوبة على معسكر بايدن، وبالتالي هي لم تذهب باتجاه أقول تقديم الدعم الحقيقي في موضوعة غزة، ويرون أن الأمريكان في عهد الديمقراطيين يعني حقيقة كانوا الرديف الأقوى إلى من؟ إلى إسرائيل. هذا قد تآكل من جرفها، وبالتالي ذهبت حتى في حديثها قالت إن بعض القرارات التي أصدرها بايدن كانت تشكل مصدر قلقا بالنسبة لنا جميعا كجزء. كما تعلم أن الأمريكان في خطابهم يكاد يكون دائما في الخطاب الدبلوماسي في المنطقة الرمادية، يحتمل التأويل في أكثر من جهة. في هذا الإطار ترامب يريد أن يوقف الحرب في أوكرانيا بطريقة أخرى، قال نحن لسنا على استعداد أن نتحمل تكاليف كبيرة في هذه الحرب. يعني بعض المصادر تقول أن عدد القذائف التي قدمت إلى أوكرانيا من مخازن الأسلحة الاستراتيجية الإسرائيلية الأمريكية الموجودة داخل إسرائيل بلغت 180 قذيفة من عيار 155 ملم، استبدلت، تدري هذه الأسلحة من صعيد تقادم تستبدل بأسلحة حديثة، استبدلت بقنابل وأسلحة حديثة ليزرية متطورة تقنية، لكن من الناحية العملية هذه تمثل جزء من دافعي الضرائب الأمريكان. فبالتالي ترامب حينما يخاطب يعرف كيف يدغدغ مشاعر الأمريكان. لماذا هنا في العراق يتخوفون من مجيء ترامب إلى الرئاسة الأمريكية؟ يعني أنا أعتقد هنالك حقيقة تقول معرفة ماضي الإنسان يفيدك لمعرفة نصف مستقبله، وبالتالي القسوة التي استخدمها ترامب في موضوعة اغتيال أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني حادثة المطار، لا أحد يتوقع أنه يذهب في هذا الاتجاه، وبالتالي وأعلنها صراحة، قال أنني قد وصلت لي رسالة قبل عملية الاغتيال أنه هنالك شخصية، وصف قاسم سليماني في ذلك الإطار أنه كان يشاهد كل تهديد وأنه استهدف الجنود الأمريكان، وبعد اغتيالهم خرج بتصريح تلفزيوني قال اليوم أمريكا انتصرت واقتصت من الذين كانوا يقتلون جنودنا. وبالتالي في بما معنى قد تكرر هذه الحادثة في العراق، هو إحنا نتحدث، شوف أكو في عبارة للرئيس حسني مبارك
يقول إن أمريكا ذلك الشقي الذي لا يجرؤ أحد أن يقول له بز، يعني شقي يعني أزعر زعران، يعني حتى أخونا عبد الحكيم يعني بالتفسير الأردني. فلذلك هذه الدولة بالنسبة لها لديها خطط، يعني موضوعة أنها تضع خطط للسلم وخطط للحرب، وبالتالي عملية صناعة القرار لا تصنعها المؤسسات السياسية. يعني دعني أضرب لك مثلا، أول مركز أبحاث أنشئ في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1913 عفوا كان من قبل روكفلر رجل المال الأمريكي، وحينما سئل لماذا أنشأت هذا المركز البحثي قال حتى أقدم رؤية لصانع القرار حينما يرغب في احتلال أرض أو القيام بعمل عسكري بما يحقق الفائدة المالية لنا. طيب دكتور عبد الحكيم، أسألك عن طبيعة تنسيق المواقف ما بين المملكة الأردنية الهاشمية والعراق فيما يخص الوضع في المنطقة، وأيضا هل تتوقع أن تكون يعني يجر العراق أو دول أخرى بضمن الصراع الدائر الآن؟ يعني العلاقات الأردنية العراقية والتنسيق هو عالي المستوى، خصوصا بين القيادتين والحكومتين في عديد الملفات و التي تطال جميع صعود الحياة في المجالات الاقتصادية وحتى الزراعية والتنموية واتفاقيات متبادلة، وحتى في الإطار السياسي هنالك توافق وتطابق في الرؤى بين البلدين وبين القيادتين، تعبر عنها يعني ترجمتها في الدبلوماسية العربية وحتى بالاشتراك مع الدبلوماسية الإسلامية في إطار لابد من لجم كل هذا العنف، لابد من إطفاء شرارة هذا العنف الذي سيطال تداعياته وأكلافه الأمنية والإنسانية باهظة على الجميع وعلى أمن واستقرار المنطقة. ربما في مسألة العراق الشقيق سمعنا يعني التهديدات الإسرائيلية قبيل أيام في حالة استهداف العراق، ويعني ربما هذا ابتزاز إلى حد كبير أو ربما تهديدات وراءها ما وراءها في إطار أننا إذا ما خرجت أي مسيرات أو أي استهداف لدولة الاحتلال سيتم استهداف دولة العراق الشقيق. يعني لا قدر الله يعني أي توسع وتمدد جغرافي في رقعة الصراع قد يدخل كل المنطقة بكل دولها، يعني بكل موضوعية في هذا الأمر. فلذلك لكن على يقين أن صانع القرار السياسي سواء الأردني أو العراقي في إطار من التكاتف والتنسيق على المستوى من باقي الدول العربية هم يعني على يقين تام بحجم التحديات الجسام والمخاطر الكبيرة. فلذلك لطالما يعني الدبلوماسية الأردنية تحذر من مغبة وحذرت يعني قبل منذ بداية هذا العدو، وما سبق ذلك أن هنالك حكومة يمين متطرف لديها أطماع في المنطقة، يجب أن يكون هنالك حالة من الحنكة السياسية وربما التواصل مع الطرف الغربي بالعموم والطرف الأمريكي على وجه الخصوص في إطار إحداث اختراقات تدعم الوصول إلى تسوية وتهدئة سواء في ما يجري في غزة وما يجري في جنوب لبنان. ولا نستطيع أن ننسى أخي الكريم مسألة في غاية الأهمية، افتعال أعمال العنف في الضفة الغربية وكل الانتهاكات الإسرائيلية وحادية الجانب سواء للمقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، قضم الأراضي، مصادرتها، حالات من القتل والتنكيل بالأشقاء الفلسطينيين، تسليح حينما قام أتمار بن كفير ووزير الأمن القومي بتسليح المستوطنين وأطلق يدهم على التطرف واستهداف الأشقاء الفلسطينيين. يعني الضفة ليست ببعيدة وربما هنالك حالة من اضطراد العنف، ويأتي كل ذلك يصب في مصلحة المآرب الخبيثة والجندات الخبيثة القائمة التي يقوم عليها اليمين المتطرف في إطار تهجير الأشقاء الفلسطينيين طوعيا ولكن بقالب قصري كما يجري الآن. يعني ما يجري من شهر وما يربو على الشهر في شمال غزة يندى له جبين الإنسانية. طيب استهداف طيب تطبيق خطة الجنرالات وما شابه ذلك. طيب دكتور سأعود إليك يعني في ختام الحلقة لأحصل من حضرتك على ملخص وبرأيك من سيفوز وكيف سيكون الوضع بعد الفوز، وأسأل الدكتور الفيلي. دكتور يعني في اتصال هاتفي ما بين الوزير الخارجي الأمريكي بلينكين ورئيس الوزراء العراقي، وبلينكين يبدو أبلغ الرئيس الوزراء العراقي بضرورة إيقاف هجمات الفصائل لكي لا يجر العراق إلى منطقة الصراع. يعني أنا أعتقد الإدارة الأمريكية ربما يكاد يكون هذا إجراء دبلوماسي، ولكن كلنا يعلم أن الفصائل العراقية هي أساسا إذا كانت تعلن قسم منها بأنها
هي كفصائل تحمل صبغة دينية حتى نكون دقيقين، ولكن في الوقت نفسه هي الآن بعض الجهات في هذه الفصائل قالت نحن لا غير معنيين بفتوى السيد السيستاني بموضوع حصر السلاح في الدولة إذا كان ليس هنالك التزام بالمرجع الروحي وشيخ الطائفة الشيعية، فكيف يلتزمون بقرارات الحكومة؟ ودائما هنالك حقيقة القوى الإسلامية التي أتحدث عنها أنا هي لا تؤمن بالحدود السياسية، هي ترتبط عقائديا بمرجعها الفقهي، وهذا من الناحية العملية أنا أرى أن الموضوع قد يجعل أن يعطي الحجة للولايات المتحدة الأمريكية في يعني كانت إسرائيل أو أمريكا، لأن سبق وأن ردت في عملية ضرب القاعدة الأمريكية الموجودة في الأردن كان هنالك رد على استهداف عدة قيادات، لذلك أنا أرى أن عملية الرد والرد المباشر هذا يتوقف على طبيعة الأيام المقبلة وما سيتمخر عنها من حاجة. الخلاصة من حضرتك من تتوقع سيفوز وكيف سيكون الوضع؟ يعني لغاية هذه اللحظة تحدث بها مع حضرتك ترامب 219 صوت هارتس 225 صوت بدون الولايات المتأرجحة التي يبلغ عددها 93 صوت، وهذا يجعلنا أن كلا الطرفين بنسب متقاربة فيما يعرف بولايات ذات الجدار الزرقاء. هذه الولايات وبالعادة حضرتك بيصوت صوتا دائما بين أي رئيس بالتأكيد يعني عادة، وأنا أرى حتى نتائج الانتخابات ستبقى لغاية بعد 4 أيام أو 3. أنت من تتوقع سيفوز؟ توقعات يعني توقعاتي أنا أرى أن يعني حقيقة المسألة محرجة، ماكو فارق أستاذ نصير، لو أكو فارق يعني الباقي اليوم 1.48 1.49 جيد، يعني خلينا نحكي بصراحة أكثر، يعني هي مجرد توقعات يعني لا تؤخذ عليك سواء قلت ترامب أو كمالا هارس. يعني إذا نجح ترامب في ولاية بنسلفانيا هذه الولاية التي تمتلك 19 صوت في ذلك سيتقدم على هارتس، خاصة أنه طرح فكرة وقف الحرب في جنوب لبنان. الأفضل للشرق الأوسط ترامب أم كمال هارس؟ يعني البرنامج من تجي تشوف ترامب مثل ترامب وقال لو كنت أنا في السلطة لما كانت هذا التوسع للحرب. ممتاز دكتور عبد الحكيم، ملخص من حضرتك. ملخص يعني ما يجري في تفاصيل الانتخابات الأمريكية بالتأكيد يعني كما ذكرت سالفا التنافس على أشده، التقارب الشديد، ربما الفيصل هي جيد. وأنت ماذا تتوقع ترامب أم كمال هارس؟ الولايات المتأرجحة أعتقد أن ميتشيغان سيكون لها دور في الفائز، لا أستطيع التوقع صدقا ولكن من باب الإحساس بين قوسين أو ضفرين لدي إحساس أن هارس، ولكن لا أستطيع أن أحكم بالمطلق لأن هذا التقارب الشديد وضع كما تحدث زميلي المقدر الجميع وجميع مراكز الدراسات في حالة من الغمامة، ويعني لا أحد يستطيع أن يتنبأ إلى أن تعلن النتائج الرسمية، ولكن إحساس ربما أن تكون هارس. من أفضل للشرق الأوسط؟ هذا يعني ربما كما تحدث زميلي كل لديه برنامجه، ولكن إلى حد ما أعتقد أن الديمقراطيين ربما أرحموا إلى الشرق الأوسط من الجمهوريين الذين يميلون ربما إلى التطرف والتشدد نوعا ما. شكرا لحضرتك الدكتور عبد الحكيم القرال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، شاكر وجودك معنا في هذه الساعة واحترامي وتقديري إلى حضرتك أيضا، وشاكر أيضا الدكتور عصام الفيل أستاذ العلوم السياسية جامعة المستنصرية، شاكر احترامك ووجودك هنا في الاستوديو. شكرا دكتور. شكرا. إلى حضرتك. أما أنتم مشاهدين الكرام شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء.